تقول منصور أيضا كنت حامل في الشهر الثامن فمات الطفل في بطني، هل علي كفارة؟ إذا كانت متسببة في موت الطفل لأن حملت ثقيلا أو ضربت بطنها أو غير ذلك فإن عليها الكفارة ودية الجنين، دية الجنين عشر دية أمه يكون على عاقلتها وعليها الكفارة، عتق رقبة فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين. أما إذا كانت غير متسببة وسقط الجنين بسبب ليس من قبلها فليس عليها شيء. نعم.